برنامج برعاية حضارة من أقدم الحضارات وعمرها 8000 سنة، وفي قديم الزمان ناسها تعرفوا بالعدل والسلام. نحكيو على بوابة الصحراء وأقدم مدينة في القارة السمراء، كبسة باللاتيني تسمات وقفصة بالعربي ولات. من الرومان البيزنطة بدأت حكاية هالبلاد وتبنات بالحواض الرومانية اللي في قلب المدينة تزينت وروات وحاتها وثمرت بالخيرات. توالت الأيام وسنين وتعديت بيها برشا حكايات، تبنى برجها الكبير وحماها من جميع الهجمات والحروبات، وبقى جمعها الكبير المنقوش بالكلام الكريم شاهد على تاريخها العظيم. بلاد الفزدق الرمان والمشماش ومحلاها خدمة ليدايات في الزربية تنسج في الكليم تتفنن وفي المرجوم تبدع بأحلى الألوان والأشكال. تعرفت بواحد القصر وسيدي عمر يستباغتوا بيه أمالي البلاد، ناس العز الجود والكرم وأحلى الاستضافات، بالكسكسي والدوك وبالحلبة تتبنن، وهذا هو السر الكبير وبنت لفاح. وكانك على بنت البلاد تهنى على التصنيف بالبركوكش وبالجريتفة، ذوق أحلى لوكلات. عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتأكدة بنينة برشا متاع الكوجينة. اليوم جاتنا من الجنوب، جاتنا بالتحديد من قفصة، بقعة عزيزة عليا برشا. منيا باش تعطينا اون غوسيت بنينة بنينة بنينة. معنا زادة كالعادة الشيف سليم دويري اللي هو باش تعطينا اون غوسيت متاع سلايطة بلس ان ديسير. منيو كامل يستنى فيكم في الكوجينة توت سويت مع منيا. منيا شحوين، عسلامة، شنحوي لك صباح. مرحبا بيك، يعيشكو بيك. قولي شنو باش تعمل؟ أنا باش نعمل حساء مستورة اللي هو فارين دو مايس. إيه هذا بلا تراديسيونيل من قفصة، 100% قفصي، 100% قفصي، وأن بلا معناتها كومبلي في كل شيء. فيه احكي لنا شنو فيه. هو نورمالمون يجي فيه قرنيت، لحم، دجاج، كل شيء، سوبيا، كل شيء رويال معناها. احنا اليوم باش نعملوه، احنا اليوم باش نعملوه خفيف شوي، قلنا رمضان خلينا نعملوا حاجة خفيفة. باش نعملوه بالقرنيت والدجاج والدبابش دونك عندنا القرنيت، الفيلي دو بولي نتاع الشهية، عندنا زادة الدبابش، اخترنا العدس، العدس طيب ديجا، والحمص، وباش ناخذوا معاهم شوية جلبانة، خاطر فريمون كيما قلت أنت سي أن بلا كامل. فيه كل شيء، كومبلي، فيه كل شيء، ما يسحق حتى ما تاكل معاه شهية خير. ولا ما حاجتكش حتى باش تعمل معاه مش جوست فيم جاري، لا بالحق، لا كل شيء فيه، هاي معناتها مغذي على الأخر للصغار والكبار. الفول، السفنارية، معدنوس، لا كلافس، كلافس، وعندنا سلق، شوية سلق، الفلفل، فلفل من الآخر، زوز، هذا من الأول نحطوه، معناتها نحطوه هذا يفوح بالقدا، الفلفل الشايح الأحمر، وهذا من الآخر نرميوه جوست على النكهة وكا. وبتنجان نقصوه زاد طروف طروف مع الخضرة، ولا في اسمه المشمش الشايح اللي هو اسمه فرماس في القفصة عيطولو. هذا بنين برشا، يعطي نكهه، يعطي نكهه سبيسيال سبيسيال اكزاكتومون، وصحي اون بلوس. البصل بالطبيعه، خلينا لي توماط بولي كونكاسي نتاع سفير، نذكر اللي هما طيبين على فابور دونك حتى هما صحيين وبنين. والهريسه العربي تراديسيونيل نتاع سفير، عندنا المكونات الكل. نخليك جوست قلت لي لازم نبدا نطيب. اول حاجه نطيبوا القرنيت خاطر ما يلزموش يترمى من الاول في الحساء، عندك يخرج القوه نتاعو الكل. سينو هو يجي زاد بالقرنيت الشايح، هو اصله يجي بالقرنيت الشايح، اصله بالقرنيت الشايح منين برشا. ملا نخليك تبدا بالقرنيت، قرنيت نغليوه شويه باش تغلي في الماء ونرجع بعديك نقصوه. يلا مازي نخليك تغلي القرنيت. شيف سليم شنحوي لك؟ السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله. احكي لنا شيف شنو باش نعمل؟ باهي باش نعملوا سلطه خفيفه اي فيها السردينه هذه بنينه فريشكه، باش نعملوها غولي في وسطها تابنات، اي باش نزيدوها القناريه، تومات سيريز، الفجل،
زوز سلايط هذوما. اوكي. ورشة بارميزون في الاخر. ديما عندك رشة بارميزون في الاخر. وشنو تستحق للديسير؟ باش نعملوا براونيز. اي. وباش نزيدوا فيهم الشمايل. براونيز بالشمايل. حاجة بنينة على الاخر. احكي لنا شنو تستحق؟ نستحقوا. باش نبداو نعملوا لي بوزي خاطر باش نحطوها هي الأولانية خاطر باش تيب. نستحقوا 75 غرام جولدينة. اي. 75 غرام جولدينة. قول لي شيف. قول لك. قاعد تحضر في الماكينة نتاع الفابور. باش نطيبوا فيها السردينة. السردينة باش نطيبوها على فابور. تحب نحطها لك ديجا ولا لازمك تعمل لها حاجة؟ لازم نهزها اون فيلي ونحط فيها التابنات. خليوها من بعد. خليوها من بعد هذايا ما نمسش خير لمبة البزا حبيت نعاونك وكا هاو. دونك قلنا قداش جولدينة شيف؟ 75 غرام. قد اي باش ناخذ 100 غرام سكر. 100 غرام سكر تشيشه سكر مش برشا على خاطر باش نزيدوا من بعد الشمايه. اي باش ناخذ 3 كعبات عظم. 3 كعبات عظم. شهية شيف نخليك تفقصهم هنا. نفقصهم لك. فوالا دونك كاملين مش الاصفر وحده ولا الابيض وحده. لا 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 كاملين. كاملين. عظمه. اثنين. وثلاثة. هذم ثلاثة كعبات عظم نتاع شهية. فرينة. فرينة نتاع ليبيدور قداش؟ فرينة نتاع ليبيدور 50 غرام. والكاكاو اون بودغ سعيد ميل روسيت قداش؟ نعملوا 50 غرام زاد. 50 غرام دونك فرينا 50 غرام كاكاو اون بودغ ظهر لي عندك المكونات الكل بقات لك كان الشماية. بقات لي كان الشماية اي وواحده شكرا لوفيغ خميره نجمو نتاع جاتو باش نحطوها بيان سور مع الفرينا والكاكاو. باش نخلطوهم الكل. والجولدينة. اي. فوالا. سي بون الخليط نتاعنا متماسك دونك ظهر لي ديجا انت سخنت الفور قداه حطيته يسخن؟ حطيته في 180 180 درجة لمدة قداش وقت باش نخليوه؟ 30-35 دقيقة 30-35 دقيقة جوست نشوفوا كيفاش باش تحط الشماية على خاطر هي كلها سر البنة في الشمية هي باش نحطوها في الاخر من فوق فوالا هات عليك شيف خديت 100 غرام شمية مساش كنحاول ندخلوها هكا شوية هي توت مانيير كي باش تيب باش تهبط شوية باش تهبط اي ومن بعد الخبزة نتاعنا باش تدخل للفور لمدة 25 دقيقة هكا 30-35 دقيقة 30-35 دقيقة شخشخة بالشمية من الفوق أو كعلي ما حاطين لهاش برشا سكر باش تطلع وتولي بنينة ومزيانة حطها لك في الفور حطها لي في الفور توت سويت شيف ملا نرجع لك من بعد باش نلانسي معاك السردينة نحطوا
منيا بديت عليك شويه نعرف اونتخ طون انت هاني قصيت الخضره نتاعك الخضره باش نقص السلق دونك نذكركم اللي قاعدين نعملوا في ايش يسمى بالضبط حسين مستوره حسين مستوره هكا قفصه يقولوا لي مستوره هكا هما يقولوا كيك على المايس يقولوا لها مستوره اه على خاطر احنا باش نعملوها هي هو فاغين دو مايس اما هما في قفصه يقولوا له مستوره هي اللي يسر شنو هما الاخرين لي بلا الاخرين نتاع قفصه اللي مشهورين بهم برشا فما كان فما كسكسي بالمرشين شنو المرشين؟ كسكسي بالمرشين هو المرشين هي النبته نتاع اللفت كي تبدا مازالت كي طلعت اي العروش نتاعها مازالت كي طلعت من الاول يقصوهم ويطيبوهم مع الصوص نتاع نتاع الكسكسي حاجه بنينه هي بنينه برشا ومغذيه ياسر وقويه زاد اي وبرشا فما القريتفه القريتفه هذه نوع من كل كيما السوب هكا معناتها تتاكل زاده في رمضان معناتها جاري يبدا باش يبدا بالبات كل اسمها التقليات اللي هذيك فهمت رشته كيما احنا نقولوا رشته ما هما يعملوها في الدار فهمت يعملوها معناتها حاجه برشا حاجات بيتي برشا حاجات بنينه وقويه ويحبوا الفاح بالقدا معناها يفوحوا بالقدا الماكله يلا نرجع احنا في حسين مستوره نتاعنا باش نقصوا هذوما تو الخضر نتاعنا ومن بعد ليك نقصوا البصل حطينا احنا تو القرنيطه باش تطيب شويه اي ومن بعد ليك باش نحطها في الماء خاطر هي الاولى خاطر يحب لها شويه وقت باش تطيب اي معها الفول اي ومعها البصل والزيت بيان سور داكور دونك ديجا نعبيو الماء نعبيو الماء في البارد لا في البارد كل شيء في البارد كل شيء حاجه صحيه معناها باهي اوكي تري بيان ومن بعد ليك ناخذوا الدجاج باش نفوحوه مع نقولوا ليدام احنا في قفصه يقولوا ليدام على الزيت ويخلطوا معاه الهريسه والطماطم واللفاحات معناتها ماغيني بالكدا باللفاحات يقعد شويه من بعد نحطوه في الماء باهي هي اليسر هي اليسر زيد نكمل قص البصل زيد تكمل قص البصل انا باش نقص لك الدجاج دونك الدجاج نقصه لك وقلت لي من بعد باش نعملوه ماغيني هكا نفوحوه بالكدا باهي داكور سيدي مشيت معاك نحيلو القشره اي ماذا بينا الجلده ديما تتنحى اي باهي توا الماء هذايا باش نحطوا له فيه زاد الفول خليه يبدا يطيب زاد خاطر ياخذ شويه وقت والدبابش الاخرين باش نحطوهم من الاخر خاطر فيهم طيبين بالكدا معناها في حكتهم اي دونك جوست في اخر دقيقه نحطوا الدبابش الاخرين لا بدينا بالفول على خاطر الفول موش طايب ماهوش طايب سينو كان نايين نحطوهم ديما من الاول باهي دونك المعظمه هذيا نتاع الدجاج تحطها تفوح بها البويون ولا من غير ما نستحقها؟ لا 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 من غير ما نستحقها انا الحقيقه ديما المعظمه نتاع الدجاج نخليها باش نطيبوا بها بلا اخر بدات جاري حاجه فوالا اكزاكتومون حاجه زعره طيب حاجه زعره افكتيفمون دونك توا الدجاج نتاعنا قلت لي شنو هما اللفاحات اللي نمشي معاهم؟ عندنا باش نحطوا شويه طماطم اي والهريسه العربي اي كركم فلفل اكحل راس حانوت كركم شوية فلفل زينة شوية مش برشا خاطر ديجا عاملين الهريسة العربي احنا شوية مش برشا دونك قلت لي أول حاجة نحطوا الطماطم هي ماهيش كونسونتخي الطماطم نحطوا بزيت شوية معناتها نحطوا بزيت شوية هاي باهي نحطوا أربع مغاش تاع الحكة معناها باهية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة باهي سافا سافا الهريسة العربي هريسة عربي مغرفة باهية خاطر هو يجي حار معناها ما يجيش اي بالطبيعة يلزمهم حار حار ماكلة الجنوب الكل بصفة عامة يلزمها مفوحة حار حار ومفوحة باهي قلت لي راس حانوت قداش؟ هكاك باهي سافا مغرفة باهية معبية اي وكركم الكركم كيف مدام كركم باهي يفوح وزيد حاجه باهيه صحه صبا باهيه بالكدا اي وشويه فلفل زينه وتشيشه فلفل زينه هكا صبا باهي توا قلت لي هذوما لازمهم يتخلطوا يخلطوا مليح مليح مع الدجاج حطوا الزيت هذا زيت زيتونه زيت زيتونه اي تاع شطر كاس باهي نزيد شويه خلي سي بون سافا
نستناو الماء يغلي شويه ومن بعد كنحطوا الدجاج نتاعنا. الدجاج لازمو فريمون الماء يلزمو يغلي، يلزمو يغلي. أيه. خليوه دو توت مانيير حتى هو ياخذ اللفاح نتاعو يشرب مليح اللفاح نتاعو. نحاول هكا حتى ندخل اللفاح نحاول ندخل اللفاح في وسط، خلي يشرب بالكدا في وسط القشره على خاطر هذايا هو السر البنه ماغيني الماكله نتاعنا. واحد كي عنده وقت معناتها ينجم يخليه حتى في الفريجيدير شويه ويجي مفوح بالكدا. احكي لي انت منين جاك غرامك بالطياب؟ والله انا مغرومه، انا المحله ما كنتش عندي علاقه بالطبخ جمله واحده. معناتها كنت اوتيس دولاغ اصلي. اي خدمت 5 سنين وبعد كي عرست وجبت صغار بديت تغرم. مش بديت تغرم، بطلت الخدمه وقلت نتهب لصغاري شويه. اي سورتو اوتيس دولاغ صعيبه ياسر. وقتها ما عادش يساعد. قلت نعمل حاجه لروحي وانا ما نحبش. وعلى قليله هي حاجه لازم منها لازم منها. اي وموالي نعمل فيها تردها حاجه تعمل عليها جو هكاك. ونحب معناتها نعمل حتى عملت بتي بروجي معناتها نتاع شنو؟ نتاع ماكله. نعمل دي بلا شاك جو معناتها ونهز للبنك وللشركات وعامله باج فيسبوك معناتها. شنو الباج فيسبوك نتاعك؟ ميسيل شعب على ميسيل جاي فود. كيفاه؟ جاي اوف فود. تري بيان فهمت. شاك جور نعمل ان بلا ونوصل ونعمل انا ليفريزون بيدي معناتها بكرهبتي فهمت. هي ليسر يعطيك الصحه. بديت نتغرم اكثر وان شاء الله ناوي معناتها باش نقراها قرايه. وطيب عربي سوري ولا زوز؟ والله منوع منوع مغرومه بكل شيء. توت مانيير واحد راهو كيحب الماكله ما عادش يفرق بين عربي تونسي وسوري. ساعه تونسي هذيك الباز نتاعنا اول حاجه هذاك الاسس نتاعنا. نكتشفوا دي روسيت ونعاودوا وكهو. يعطيك الصحة أن توكا برافو. احكي لي توا القرنيطة نتاعنا الماء نتاعنا حذر نجمو القرنيطة نجمو نحياها توا نغسلها شوية توت سويت نغسلها لك لو طو اللي أنت تحط الدجاج مع الفول. هي طابت بالكدا توا القرنيطة معناتها ما عادش تاخذ برشا وقت. سي بون طابت نجمو نحطوها توا وانا نخليوها كيكة. نقصها طروف معناتها اصغر شويه وكاو. الثوم هذايا بشنو ريحته؟ هذايا نرحيوه بالكمون وشويه راس حانوت شويه فهمت؟ شويه من الاخر من الاخر يتحط باش يعطي لك النكهه نتاعو كذا نتاعو زيد يفواحك كامله. اي هكا هو هذايا توا خلينا نحطوا الساعه الخضر نتاعنا. اي قلت لي هذايا نحطوه من الاول. يعني طب باش نحطوه توا توا باش نحطوه. ناكل الفلفل الاحمر الشايح. نحطوا الفلفل الشايح الكلافس والكلافس وتبقى لنا كان القرنيطه. القرنيطه ديجا هي طايبه معناها ما عادش بتاخذ برشا وقت. عليك قصوا مطريفات هكا باهيين يبداو ظاهرين. اي كمل حتى ولو مازلت ما طابتش كومبليتمون بيان سور باش نكمل التسويق. جبت شويه وبراي تعطيك النكهه نتاعها الخفيفه من شكل القوه نتاعها كلها مشات. هي سينو كان عندنا قرنيط شايح كيفاش نعملوا له قرنيط شايح؟ قرنيط شايح نفخوه شويه في الماء باش يتنحك الملوحيه نتاعو. اي وكاو نرميوه ديريكت. نرميوه ديريكت نرميوه ديريكت نقصوه ونرميوه. فوالا ويعملوا فيه زاده السوبيا شايحه زاده فهمت. واللحم كما قلنا معناتها في الجنوب بصفه عامه الحوت تلقاه ديما شايح شايح. هي خاطر مادام فماش برشا حوت غادي يشيحوا هو غويال في كل شيء في كل شيء. فوالا هذاك اللي في وسط الراس نحاولوا نحيوه. سي بون توا حطينا الخضره نتاعنا الكل. بقى لنا المشمش المشمش بقى لنا الفلفل اللي في هذاك بالاخر بالكل بالاخر بالكل هذاك بالطبيعه المشمش وقت باش نحطوها مي كويسون هكاك في نص طياب شويه توا وبعد كان نحطوه باش نحضروا يقعدوا يقعد هذايا بعد ما يطيب معناتها كل شيء بريس كل شيء يطيب. اي ناخذوا بول ونحطوا فيها نخرجوا شويه الماء نتاع نتاع الحساء. ايه باش نخلطوا فيه الفارين دو مايس فهمت. والفارين دو مايس قداش نحطوا فيه؟ سا ديبون تي والكونتيتي.
ما احنا توا نعملوا خمسه مغارف. خمسه مغارف باهين ومن بعد نحلوهم مليح. حلو ما يلزم الماء نخليوه يبرد. كي نحطوه مش سخون سينو يعملك الكعابر صغار. باهي داكور دوميلا المرحله هذيا استناني على خاطر باش نرجع بحذا الشيف سليم اللي هو قدم في السردينه نتاعو نظفها ونحلها الشوك نتاعها وقصها واستناني باش يعمل البقية. واستنيتك باش نفوح نعمل شويه زيست تاع قارص. تاع قارص فوقها. شويه ملح خاطر باش نحطوا فوقها التابناد. اي التابناد ديجا هي مالحه. مالحه. نذكر اللي التابناد متكونه من زيتون اكحل كبار ثوم ملح وزيت زيتون. هكاك. باش نزيدو نحطو. ذكركم اللي اليوم في الكوجينه نحضروا مع الشيف سليم الدويري سلطه بالسردينه والتابناد، معناتها هي نجم نقولوا بات متاع زيتون مثومه وبالكبار كما قلت، ونحضروا زيدا كيك شوكولاته وشاميه وحسي جيبسي رويال مستوره حاجه روعه. باش نشدوا تاو السردينه باش نروليوها نحطوا واحده كولدون. هي اليسر اللي من بعده. اللي من بعده كيف كيف. ومن بعد باش نحطوهم. باش نحطوهم فابور. على فابور باش يطيبوا بصفه صحيه السردينات نتاعك شيف هكا. هكاك. ومن بعد يبقى لنا كان ظهر لي المونتاج. كان المونتاج من بعد. دونك بريس كملت شيف. حاضر. باش نحطوهم فابور. وقد باش يقعدوا يطيبوا هكا على فابور؟ فيسا فيسا. انا دو بريفيرونس السردينه ما نطيبهاش برشا. اي. خليها نيه شوي. دونك دريش. ميم با. ميم با دريش. نقولوا. دخلة للحمام. وخرجها فيسا. وخرجها فيسا فيسا. ميم با باش يقعدوا. هكاك. بالكدا. باهي. مي السردينه نتاعك قاعده تطيب على فابور شيف. خليك ميلا. باش نحضر باز نتاع الصوص نتاع السلطه اللي هي باش نحطوا شويه تابناد جوز سيترون زيت زيتونه ملح فلفل اكحل وكهو. اوكي تري بيان. نرجع بحذاك منيا. وي. وين وصلنا ترى؟ توا وصلنا باش نخلطوا المستوره اللي هي فارين دو مايس. هبطنا الماء وخليناه يبرد شويه. تستحق الفوي بالكش مي سيرش هاو بالمغرفه سافا من الفوي بها على اكثر او موان نبداو 100% متاكدين اللي ماهيش باش تكعبر لنا. حطينا المشمش الشايح هذا وما ياخذش برشا وقت هكا جوست مشمش الشايح الدبيبش صيح حطيناهم دونك بريسك هما طيبين ديجا ما عادش بياخذوا وقت صيح بريسك كملنا وشويه هكا وقعدت كان هذه اللي هي اهم مرحله اهم مرحله. نحطوا خمسه مغارفه بخير باهيين كيكا هو سا ديبون شو الكونتيتي اللي باش تعملها. اي ميزموش يكون جاري برشا وميزموش يكون معناتها عقد معناتها كلي تبدا باهية حسي 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 لازم كيما نشوفوا الحسي حتى التونسي ما استحقيت للفوي نتاعي ذا اي سي بالمغرفة ما هو بارد معناتها فيسا ما باش يذوب. من بعد صب وتدور فرد وقت يلزمني صب وندور صحيتك نعرفها هي هذيك الاستيس. دونك تصبوا انت وندور انا. ايه ساش عاوني. فازي. بسم الله. فوالا. سي بون. وتوا سي نسكر عليه نعم. لا 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 مازال. نقعد ندور. نقعد ندور شوي ونسكر عليه. باهي. خليه. الثوم. الثوم هذاك مازال شوي. مازال شوي. جوز نزيدوه دريجه كيكا ياخو غلوه صغيره. ايه. ومن بعد ليك ثومك المهرس. اخر اخر دقيقه قبل ما يبدا مهرس مليح. مهرس مليح بال قلت لي بالكمون وراس الحانوت. وراس الحانوت. قلت لك نشد شوي. بالك راني نشد لي غوسيت ولي زاستيس سيرتو هكا حاجه بنينه. حاجه زمنيه. حاجه بنينه وزمنيه. دونك نخليو الحسي نتاعك يطيب كيف كيف. الشيف سليم مازالو عنده هكا كيلكو بريباراسيون
ومن بعد نراو مع بعضنا بعد فصل صغير نراو مع بعضنا لا فان دو لا روسيت نتاع مونيا اللي نورتنا اليوم ونورت قفصه الكل وزاد كيف كيف الريزلتا نتاع الجاتو نتاع سليم والروسيت نتاع لونتري نتاعو نتاع سليطه ساهله بعد فصل صغير. فما ايناس ايناس انت تعرف مختار اللي دارك لا يلزمها تتباع ولا تتهد قلب حجر وشكل اسمها اذا كان المراه هذه توصل اللي ناوي عليه تصير كارثه في حومه الديوان. حاسه اللي مازال فما برشا اسرار باش نكتشفوها. سرك يا مدينتي خبي بين روحي وقلبي. حكيت حكايه خاتم عجيب فيه سر غريب اللي يلبسه واللي عالم ومن الأشرار سالم. الكوجينة متاعنا اليوم منورة منورة بقفصية مزيانة وعملت لنا حسين مستورة هيلة يعمل 66 كيف يعطيك الصحة يعيشك شاء الله يعجبكم حاجة بنينة برشا. نجي بحذيك الشيف سليم جوز باش نعملو المونتاج متاع السلايطة. دونك السردينة نذكر اللي احنا طيبناها في الفابور فورناها معناتها تو سامبلومون ما خليناهاش برشا دقيقتين ثلاثة وكهو عملناها غولي بالتبناد من داخل وزدناها شوية قارص وتوا باش نكملوا المونتاج تاع السلطه. نخليك شيف تكمل المونتاج نتاع السلطه اونترو طون باش نجيب دانات محلبيه باش نكملوا المنيو نتاعنا يبدا كامل. نذكر زيده اللي الشيف سليم عمل لنا كيك بالشاميه نتاع بابيون وخليت الكيك نتاعو هكا مبلول وتري اون بلوس عندنا مطعم الشاميه علاش من نصعبوها على رواحنا عندنا منتوج تونسي 100% وبنين خير لنا من الشوكولاته ومن الكراميل ومن كل شيء. تذكروه جربوه وتذكروني انا وتذكروا سورتو الشيف سليم اللي يكمل الدريساج نتاع السلطه نتاعو. نذكر دونك فيسا فيسا بالمنيو اللي عملناه اليوم حسي مستوره ومعاه قفصيه اكزاكتومون ومعاه سلطه وديسير من عند الشيف سليم. هذه هي الكوجينه نتاعنا اليوم. اليوم ضيفتنا من قفصه حضرت لنا حسي قفصي حسي مستوره قفصي فاوح وبنين. الشيف سليم عمل لنا سلايطه فيها ود البحر وهي سلطه بالسردينه غولي بالتبناد. للديسير متعنا ببراونيز فاسون كيك ولا كيك فاسون براونيز كيف كيف بالنكهة التونسية على خاطر السر اللي فيه هو الشامية متاع بابيون. محلاها السهرية ومحلاها رمضان بقهوة فاوحة وبنينة. أنا اليوم نقترح عليكم قهوة جولدن كوفي شوكولا. هذه هي حصتنا متاع اليوم. نذكركم اللي تنجموا تلقاو الحصة الكل على الباج فيسبوك نتاعنا الكوجينا. على الباج فيسبوك نتاعنا زاد كيف كيف تلقاو لو جو اللي مكن لكم باش تربحوا ان لو من عند فكير. ما عليكم كان تمشيو على الباج تجاوبوا على سؤال خفيف سهل حول الحلقه نتاع اليوم وهكا تدخلوا في القرعه وان شاء الله نطلبكم باش نقول لكم انتوما اللي ربحتوا. انا ما بقى لي كان باش نشكر منيا ميرسي بوكو يعطيك الصحه. نشكر الشيف سليم اللي مازال كيحط اخر لمسه في السلطه نتاعو ونشكركم انتوما اللي تتبعوا فينا وتخليوا لنا دي كومنتير على الباج فيسبوك نتاعنا. يا جماعه ما بقى لي كان باش نقول لكم شهيه طيبه باي باي على بروشين.